موجودة. اسمع هالنكتة. هاتي الأشياء. شو عندك نصايح لنا للبنات يعني؟ نصيحتي لكم هي وحيدة وما في غيرها، ما توثقوا فيهم. ها؟ جديدة هالنغمة. هن حدا غدارين. بليلة ما فيها ضو قمر بيفككوا بالفيلم. وانت مين حكولك هالحكي؟ صدقينا. فشو دايما اخدي الهوى والحذر منهم. كيف تاخدي الهوى والحذر؟ كيف؟ اول شيء خلصينه مصرياته. ولا يبعث لك اخي طاقتك ان شاء الله. يا عيب شو مالك؟ مالك؟ خلصينه مصرياته. يا لطيف البني ادم شو قليل الوفاء؟ عزبون. كيف تعزبون؟ يعني دق لك شو اليوم رح نتعشى؟ لا ماني فاضية، ما تكوني ايزي. صايرة مسقفة أنصتيفة، ما شاء الله عليكي. ضلك هيك يعني زعبية. لأنه الشاب ما بيحب البنت اللي بتلزق عليه، ما بيحب البنت اللي بتسأل عنه، بياخد وجه تكبر الخس براسه. خصان كذا. مثل ما عم قلي خليكي دايما يدقلك ما ترد دغري. خلي دق الشتات أربع مرات ربع مرة الردة. برررن برررن را ايه؟ لا انت رنك يلعن دمك يلعن دمك انت رنك. حكيكي ما دغري ترده. حكيكي ما دغري ترده. يا حكيني خلينا رد. لا زبيلية. سدي بوزك سدي بوزك ونحشب بفسخك فسخ اذا حكيتي كلمة تانية. شو ما بتفهمي من الاصول؟ من ام التنافس. ايوه ام التنافس. دايما صابين بخطوة